أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب أمام البرلمان التركي توجهه إلى قطاع غزة مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية، متعهدا بوقف القتال الدائر هناك. نتابع. فإنني أعلن أمامكم وأمام العالم أجمع، لأنه لم نعد أمامنا حلول، فالحل الأمثل اللي بنعمله وأمام شعبنا الفلسطيني أنني قررت التوجه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا الآن مباشرة من اسطنبول مراسلنا ربيع الصعوب. أهلا ربيع، إذن في أي أجواء ألقي هذا الخطاب ربيع، وهل هناك رسالة ربما يمكن أن نقول أن تركيا أرادت أن ترسلها عبر هذه الدعوة التي قدمتها لمحمود عباس؟ نعم، يمكن القول بأن تركيا رسمت لوحة شبيهة بخطاب الكونغرس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. دخل محمود عباس وسط تصفيق الحضور، استمرت كلمته 46 دقيقة تماما، مثل أو قريبة مثل كلمة نتنياهو 53 دقيقة. قوطع بالتصفيق أكثر من مرة. ارتدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العلم الفلسطيني والعلم التركي. كان هناك أيضا حضور لعدد من المسؤولين، لعدد من البرلمانيين. البرلمان بالمناسبة كان في عطلة، وتم دعوته إلى هذا الخطاب تحديدا بحضور الرئيس الفلسطيني، وحضرت له تركيا كثيرا. أرسلت الدعوات للصحفيين، البث المباشر للقنوات المحلية، أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان هناك زخم كبير ودعوات مستمرة لحضور هذا الخطاب. عموما هذا الخطاب تعثر، كان من المفترض أن يكون محمود عباس قبل هذا الموعد في تركيا، وربما ما أثار غضب الرئيس التركي في أكثر من مناسبة، وصرح بأن عليه أن يفسر لماذا لم يأتي إلى تركيا حتى هذه اللحظة. وكان من بين الأسماء المطروحة مثلا إسماعيل هنية لإلقاء الخطاب، طرحته بعض الأحزاب السياسية، لكن الرجل بعد اغتياله كان حاضرا عبر قراءة الفاتحة من قبل محمود عباس وعدد من الحكوميين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. بالتالي هي رسائل عدة أرادت تركيا إرسالها، بأنها تقف مع صف الفلسطينيين في مقابل الغرب والولايات المتحدة الذي وقف مع نتنياهو وإسرائيل عبر خطاب الكونغرس. تقريبا كل شيء كان شبيها في بالكونغرس وبخطاب بنيامين نتنياهو هناك، كثير من التصفيق، كثير من الهتافات، كثير من الأجواء الحماسية، وهذه هي أبرز الرسائل التي أرادت تركيا إرسالها من خلال هذا الخطاب. نعم. ولكن ما أورده هنا عباس في خطابه بالقول بأنه مستعد للذهاب إلى قطاع غزة بنفسه مع عدد من القيادات الفلسطينية، هل وجدت هذه ربما العبارة أو هذا التعبير، هل وجد أصداء في الأوساط التركية هنا؟ بالفعل هذا هو العنوان العريض للخطاب، بيوك مانشيت باللغة التركية، هكذا عنونت الصحف التركية وسائل الإعلام المحلية أن هذا هو العنوان العريض لخطاب محمود عباس. كان لافتا قوله هذه الجملة وإعلانه عبر منصة تركية بأنه سيذهب إلى قطاع غزة في تطور ربما قد يعكس غضب فلسطيني مما يجري في قطاع غزة، هذا من جانب. من جانب آخر كانت هناك كثير من التفسيرات تتحدث عن دور ربما للسلطة الفلسطينية ما بعد الحرب، ويأتي عبر دعوة محمود عباس، خصوصا أننا نتحدث عن اليوم التالي ما بعد الحرب وفق التصريحات الأمريكية، وربما سيكون هناك دور للسلطة الفلسطينية مع دعوة محمود عباس. هناك أيضا آراء عبر وسائل الإعلام المحلية تحدثت عن أنها محاولة ضغط على الوفد المفاوض والمفاوضين بشكل عام لإنجاز التفاوض، وإلا سيكون هناك زيارة تزيد من الضغط على الإسرائيليين وعلى المجتمع المحلي. قال عباس بأنه سيذهب ودعا الجميع من قادة الدول العالم الإسلامي والعالم العربي والمنظمات الدولية إلى الذهاب معه إلى قطاع غزة، ولكنه لم يحدد موعدا لهذه الزيارة. نعم، شكرا جزيلا لك ربيع على كل هذه التفاصيل والمعلومات. إذن كان معنا مباشرة من اسطنبول مراسلنا ربيع الصعوب.